مدافعين تشيلسي، روديجير في المقام الاول، اثنين ريس جيمس خط الدفاع، الاول هو ماتي كاش من استون فيلا، ولكنه منتظر مع الدبل اللي عنده مع ان الفرقه تبدا تستفيق شويه ان هو يقدم حاجه، وهو فليب كوتينيو. فريزر ريسك بتاع الجوله. شفت، هو ده اللي كنت بكلمك فيه. اتكلمنا على ريس جيمس، اتكلمنا على روديجير، اتكلمنا على فريزر وعلى ماتي كاش وعلى غيره كتير. هل ده معناه ان كل حاجه ماشيه؟ لا طبعا، لان انا في نفس الوقت اتكلمت على رومان سايس وعلى خوسيسا وما مشيتش. الهدف من القصه دي كلها ان انا اقول لك بس ان كل حاجه في الدنيا ولا بتحصل ولا لا، لان احنا بنتكلم عن شيء جاي. الهدف هنا وفي اي مكان تاني بس ان انت تسمع معلومات ممكن تفيدك في ده. انت بتختار وارد يبقى صح وارد يبقى غلط، مع كتر خبرتك في اللعبه، مع كتر متابعتك للدوري تقدر تطلع اختيارات احسن. فانا هنا ما بقولكش خد مني وما ترجعش ورايا، ما بقولكش ان انا اللي بقولك عليه ده انا بسحر فهيجي لك بيض الضغط. انا بقولك بس خد الفكره، اسمع وشوف هيحصل ايه. هبقى صح في حاجات، هبقى غلط في حاجات. مثلا راين فريزر اللي هو ريسك الجوله، قلت لك عليه الجوله اللي فاتت، ده جون واسيست في اول جوله ولسه فاضل الجوله الثانيه. هل هو عمل ايه؟ جون كان ممكن ما يجيبوش، كان ممكن جاك ميرفي يكون مسدد مره واحده يجيب جون، ما تروحش في القائم وترجع لفريزر عشان يرقص ويجيب جون عادي. رافينيا اللي انا قلت لك عليه وما جابش، ده هو ضيع كوره على خط الجون، كان ممكن يجيب جون عادي جدا. فكل حاجه قابله للحلول طالما انت بتسمع كلام منطقي او جايز يكون منطقي، فهو ده بس المطلوب، مش اي حاجه تانية. الجولة اللي فاتت الحقيقة حصل فيها حاجات كتيرة مهمة، حاجات مهمة تفيدك في الجولة اللي جاية، وحاجات أهم تفيدك كمان في الجولة 30 وما بعد كده. الأول بس قبل ما نبدأ نتكلم، كان في حد الجولة اللي فاتت لما نزلنا الفيديو قال لك اللعبة ليها عمالقة وهنخش تحدي. أشرف طاهر، لو انت شفت الفيديو ده اشرف، ابعت لنا تشكيلتك في كومنت او في المسج بتاعت البيج عشان هتكون موجود في تحدي الجوله الجايه، ونشوف بقى معلم مين فينا العملاق. تعال نبص كده ونتحدى بعض انا وانت الجوله اللي جايه. اول حاجه بنتكلم عنها هي محظوظ ومنحوس. محظوظ ومنحوس في رايي مش لعيب، هو الحد اللي كان مع اللعيب ده، هما اتنين. منحوس الاول هو رافينيا اللي كان معاه رافينيا، لان رافينيا ضاع كره على خط الجون تقريبا جوه الست ياردات، حطها في جسم شمايكل عشان يضيع فرصه هدف مؤكد بالنسبه له. هدفه المتوقعه كانت 1.3، صنع ثلاث فرص وبالتالي كان مرشح ان هو يجيب نقط. المنحوس الثاني واللي ممكن تستغربه هو كوتينيو، ده جاب جون وعمل اسيست يا عم، بس لو شفت اللي عمله كوتينيو بعيد عن كده هتعرف ان انت مش محظوظ خالص ان انت ما تجيبش دبل النقط دي. كوتينيو ضاع كره في الست ياردات ممكن يسجل منها جون، ضيع انفراد صريح تماما بفورستر حارس ساوثامبتون، صنع كمان انفراد صريح لواتكنز وواتكنز ضيعه. بتتكلم في جونين واسيست زياده على الجون والاسيست اللي هو طلع بيهم. مين محظوظ الجوله دي؟ اعتقد اي حد عنده مارتينيلي هو محظوظ جدا الجوله دي. مارتينيلي سجل جول ولكنه قدم مباراه سيئه في رايي قصاد واتفورد، على الاقل بنص عيد الفانتزي والخطوره على الجون، وخرج بجون. فانت لو عندك فانت واحد محظوظ جدا. وزي ما قلت لك ان انا هشوف كومنتس بتاعتك واقول لك او نشوف مين المحظوظ ومين المنحوس في الجوله دي. تعال نبص كده شويه، في واحد مكابتن ماركوس الونسو، ده منحوس بشكل كبير. في واحد حاطط كانسيلو دكه ولاعب بارنولد، محظوظ جدا. في حد كمان اهم على فيسبوك، الراجل كاب كابتن ديكلان رايس قصاد ليفربول، ده منحوس على الورق ولكن قد يتحول الامر الى حظ حسب مين الفايس كابتن بتاعه. هو ما قالش لان ديكلان رايس اصلا ما كانش موجود في الماتش. احمد طارق هيفوز بمنحوس الجوله، صاحب احمد طارق. احمد طارق في واحد صاحبه اشترى الجوله اللي فاتت ما جابش صلاح، جاب دي بروين، صلاح سجل جونين وعمل اسيست. الجوله دي راح بايع دي بروين وجاب صلاح، فصلاح ما جابش نقط ودي بروين جاب جونين وعمل اسيست. اقرب بقى المعلومات المحترمه والمراجعه النهائيه. الجوله دي عايز اكلمك عن حاجات سريعه جدا. اولا اللي عنده صلاح، صلاح بلانك ولكن كان يقدر يسجل في اكتر من مره، ضيع اكتر من فرصه، شاط خمس مرات، كان اكتر لاعب بيلمس الكوره جوه منطقه الجزاء. الحاجة التانية راؤول خيمينيز قعد على الدكة، ودي مشكلة كبيرة للناس اللي عندها راؤول خيمينيز. خليه معايا، هبيعه، هفكر في القصة دي ازاي. في رأيي ان ماتش يوم الخميس اللي جاي هيحسم الموضوع تماما. احنا بنصور النهاردة والماتشات لسه قدامها يومين، فماتش الخميس ده هيكون حاسم. اعتقد ان هو لو بدأ هيكمل في فريقك عادي جدا، ولكن لو خرج من على الفريق وبدأ من على الدكة خلاص ملاش لازمة. هو لعيب هيلعب في الجولة 30 جولة البلانك الكبيرة، ولكنه ملوش لازمة لأنه أصلا ما بيلعبش. حاجة تالتة محيرة الناس،
جارب وين بعد ما اتصاب والكلام انه هيغيب شويه بماتشات اولهم ماتش سيفيا في الدوري الاوروبي، مش معروف اذا كان لسه هيرجع في الدوري ولا لا، اخلي جارب وين ولا بيعه ومين البدلاء بتوعه؟ في رايي ان هو الجوله اللي جايه هيلعب او غالبا مش هيكون جاهز بنسبه كبيره، فمش هيلعب. الجوله بعدها لعب توتنهام وعنده ماتشات شويه صعبه، هتلاقي لعيبه كتيره موجوده في الرينج ده تقدر تستفيد منها، اولهم مثلا ساكا جاب جول وعمل اسيست قصاد واتفورد، عنده دبل الجوله اللي جايه. عندك كمان كروسوفسكي لاعب في توتنهام بيقدم مستويات كويسه واتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت، عامل 2 اسيست كمان وعنده دبل جيم ويك وهيلعب في الجوله 30. ممكن تنزل من ساكا شويه لمارتينيلي اوديجارد ممكن، ولكن خلي بالك ان ساكا هو الخطر الاكبر في ارسنال حتى الان زي ما كنا بنتكلم. حد كمان تاني ممكن تروح له زي رافينيا، مش واثق في رافينيا بعد اللي عمله في الماتش الاولاني، ولكنه كان قريب من الجون، وارد يسجل يوم الخميس. الجوله الجايه عند نورويتش في ملعبه، فما فيش اسهل من كده ماتش نقدر يرجع بيه رافينيا. سون ولا كين، كلوسوفسكي، دوهيرتي، اعمل ايه في لعيبه توتنهام؟ في رايي ان انت كين وسون انت محتاج تختار واحد بس. لو تسالني عن الخيار الشخصي انا بفضل هاري كين عنده حافز ان هو يعادل ارقام قياسيه، هو الراجل بيسجل وبيصنع، اهم لاعب في الفرقه. سون هيجيب لك نقط، ولكن ما تروحش للاثنين مع بعض، مع ان ده ممكن يوفر لك عدد اكبر من النقط وانت بتبص على توتنهام بس، لكن الاثنين سعرهم على بعض يكسر 22 مليون في الوقت اللي انت عندك واحد كده على جنب سعره 6 مليون اسمه كلوسوفسكي. 6 مليون مع واحد من الاثنين دول اعتقد ان هو هيديك كفر محترم جدا من هجوم توتنهام. هل تبص لحد في دفاع توتنهام؟ في رأي اي قلب دفاع ابعد عنه. الباكين سيسينيون كان ظهر كويس، اتصاب، رعب رجليون، هل هيرجع؟ لا. الروتيشن بينهم ممكن، ولكن لو رحت الناحيه الثانيه هتلاقي دوهيرتي بيقدم مستويات كويسه جدا، كل ما بيلعب بيكون مؤثر، مش بس عشان عمل 2 اسيست النهارده، ولكن في اخر كام ماتش في نفس الوقت اللي ايميرسون رويال لما كان بيلعب كان بيقدم مستوى مزري تماما، وبالتالي الاثنين قصاد بعض دوهيرتي ممكن يكون كويس. لكن هل دوهيرتي مرشح ان هو يجيب كلين شيت في الماتشين؟ اعتقد في يونايتد مش هيجيب كلين شيت، في برايتون ممكن ولكن صعب، تعتمد اكتر كمان على ان انت هتاخد منه اسيستات واحد مثلا او اثنين في الماتشين اكتر من كونه لاعب يديك كلين شيت دبل ديجيت في الماتشين، اعتقد دي حاجه صعبه. اخر حاجه في رايي لو انت هتبص في الجوله دي تدور على اختيارات بالماينس او حتى اختيارات عاديه، حاول تكون اختياراتك الاولانيه في اللعيبه اللي هتلعب في الجوله 30 وعندها دبل الجوله الجايه، على راسهم ارسنال وتوتنهام. ساكا، بعديه مارتينيلي او اوديجارد، مفضلش مدافعين، توتنهام اتكلمنا عنه، دي اللعيبه اللي في المقام الاول. بعد كده ممكن تبص لحد تاني، ودي اللي هنتكلم عنه في الفقره اللي جايه على طول، اللعيبه اللي على المدى القصير تخطف وتجري. فيخطف وجري الحقيقه الموضوع المره دي محير جدا، محير ليه؟ لان احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات اوريدي عن لعيبه تخطفها وتجري وما زال منطبق عليها الجوله اللي جايه، بنتكلم في لعيبه نيوكاسل، بنتكلم في رافينيا، بنتكلم في لعيبه ارسنال، كل اللعيبه موجوده وما زالت قائمه، فمش هعيدها لك، بس هي دي اللي لازم تركز عليها في الاول، وممكن لو انت حابب تاخد ريسك تجرب بيه، ولكني صعب قوي. هو ريتشارلسون من ايفرتون سيء جدا، ولكنه بقى في منطقه الهبوط، فالمفروض يكون في رد فعل من اللعيبه دي في الماتشات اللي جايه عشان الفريق على الاقل ينجو في الدوري. نتكلم مع فرانك لامبرد، مع لعيبه موجوده زي دي لو هبطوا للدرجه الثانيه الموضوع هيكون كارثي، فهو هيظل ريسك كبير جدا بالنسبه لي، مع وضع في الاعتبار اللي اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن لعيبه نيوكاسل، فريزر وويلوك، فابيان شار او مات تارجت. نتكلم عن الدفاع والهجوم، نتكلم عن ساكا، مارتينيلي، اوديجارد. دفاع ارسنال لو انت عايز رمزيه عندك اوريدي واحد من تيرني او بين وايت، وبنتكلم في لعيبه ليدز اللي هو اللاعب الاوحد في ليدز يونايتد هو رافينيا. دريم تيم، وفي ناس اتريقت الاسبوع اللي فات على دريم تيم، ها فاكركم، مش هطلع الكومنتس على المسرح، انا فاكركم وانتم عارفين نفسكم. دريم تيم الاسبوع اللي فات جايب 89 نقطه من غير كابتن، ولسه في لعيبه تاني هتلعب في الجزء الثاني من الجوله يوم الخميس. ريس جيمس، ماتي كاش، كوتينيو، فريزر، سون، كل اللعيبه جابت نقط في الجوله اللي فاتت كلهم دبل ديجيت ما عدا سون. روديجر كمان كان كلين شيت. ده الجزء اللي فات، وتعالى نتكلم في دريم تيم الجوله اللي جايه. في حراسه المرمى انا كنت محتار ما بين دوبرافكا ورامز ديل، ولكني اخترت دوبرافكا. في خط الدفاع ترينت الكسندر ارنولد، ولا تقدر تستغنى ابدا عن ارنولد في الفانتسي. شريكه هيكون واحد كمان من مدافعين ليفربول وهو
اندرو روبرتسون. الثالث وهو اختيار انا ممتلك ان هو ريسك ولكن انا قررت ان انا امشي معاه وهو مات دوهرتي من توتنهام. الراجل في فورمه كويسه احتمال يطلع كينشيت في الماتش الثاني قصاد برايتون يمكن يخطف اسيست كمان في نص الملعب ما بيخرجش ده من نص الملعب وهو صلاح في دبل جيم ويك اوبشن كمان تريبل كابتن للناس اللي معاش تريبل كابتن. صلاح كان اكتر لاعب لمس الكره في منطقه الجزاء الاسبوع اللي فات سدد 5 مرات ولكنه ما كانش محظوظ بالتسجيل. يجي معاه المتالق بوكايو ساكا من ارسنال عنده برضه دبل جيم ويك. الاختيار الثالث هو رافينيا للاسبوع الثاني على التوالي. انا ما زلت مصر على رافينيا اتمنى يسجل يوم الخميس ويلعب بعد كده قصاد نورويتش في ملعبه يوم الاحد مفيش فرصه افضل من كده للنقط. الاختيار الرابع والخامس هما الثنائي سون هيونج مين وكلوسوفسكي من توتنهام دبل جيم ويك وعندهم في الجوله 30 كمان ماتش ممكن يكونوا مفيدين ليك. في خط الهجوم هاري كين دبل جيم ويك مع مانشستر يونايتد ومع برايتون وشريكه في الهجوم هو خيار ريسكي جدا 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 ولان الجوله دي دبل جيم ويك وفيها حاجات كده تريكي فانا قررت اختار ريتشارلسون من ايفرتون. اتمنى ان هو يستفيق يسجل على الاقل جون واحد في الماتشين وانا هكون راضي جدا بالريسك اللي انا خدته في الجوله دي. واخيرا فقره الكابتنه سقطناها احنا الاسبوع اللي فات انا عارف ولكن هتكون موجوده معانا كل اسبوع. الكابتن الاول في رايي هو محمد صلاح هيلعب ماتشين اه الاثنين اوي قصاد برايتون وارسنال ولكن صداره الهدافين والمنافسه على الدوري والنجم الاول لليفربول هو محمد صلاح. الاختيار الثاني هيكون واحد من هاري كين او سون هيونج مين هيلعبوا دبل جيم ويك برضه قصاد مانشستر يونايتد وقصاد برايتون. الاختيارات المختلفه الاول هيكون بوكايو ساكا ارسنال دبل جيم ويك قصاد ليستر سيتي وقصاد ليفربول والاختيار الثاني هو السنجل الوحيد هو رافينيا قدام نورويتش في ملعبه. ده كده كان كل عندنا الحلقه دي ما تنساش كده تقول لنا رايك في الكومنتس تقول سؤالك في اي حاجه وهنجاوب عليك على طول ونتقابل باذن الله الاسبوع اللي جاي على خير. انا محمود ضياء وهكون معاكم دايما في كل اسبوع. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب على يوتيوب شير على فيسبوك ريتويت على تويتر واشوفكم دايما على خير. سلام.